اهلا بكم. نستدين او لا نستدين، تلك هي المساله. يرتفع برميل النفط او لا يرتفع، تلك هي المساله. يبدو هذين سؤالين ربما هما السؤالين الوجوديين اللذين يطرحهما المسؤولون الجزائريون مع تآكل احتياطات البلاد من المال بفعل انهيار مداخيل البلاد من النفط. النفط الذي انهار بأكثر من النصف، انهارت أسعاره بأكثر من النصف، وبرغم انتعاش الأسعار مؤخرا لأكثر من $50، وهو السعر المرجعي الذي فاجأت الحكومة الجزائريين باعتماده في ميزانية العام المقبل، بعدما كانت في الميزانية السابقة تعتمد $37 للبرميل كمرجع. المفارقة أن الجزائر التي تعتمد بشكل كامل تقريبا على مداخل النفط، في هذا النفط الذي يصل برميله حتى وإن فاق سعره، سعر برميل النفط $100، يبقى أقل من سعر كوكاكولا أو سعر حمود بوعلام المشروب الغازي الشهير في الجزائر. من المستبعد أن تلجأ الجزائر إلى الاستدانات الخارجية في الوقت الراهن لمواجهة آثار انكماش المداخيل النفطية جراء انهيار أسعارها في الأسواق العالمية. هذا ما صرح به الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال لنشرية أمريكية صدرت بواشنطن منذ أيام. تصريحات أثارت الكثير من الجدل وسط خبراء الاقتصاد والمالية في الجزائر والعالم، فكل التقارير تشير إلى أن الجزائر تعيش ورطة حقيقية منذ انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب اعتمادها على مداخيل النفط بنسبة أكثر من 97% وتآكل احتياطاتها من العملة الصعبة ونضوب مدخراتها في صندوق ضبط الإيرادات. فمن أين لسلال بهذه الثقة بأن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية أمام إخفاق كل الحكومات الجزائرية المتعاقبة في خلق اقتصاد بديل مستقل عن المحروقات وانعدام الاستثمارات الخارجية خارج قطاع النفط والغاز؟ إنها سياسة الهروب إلى الأمام ليس إلا، يقول مراقبون. فتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي صادر عن صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا يؤكد على أن الجزائر ستكون من بين أكبر البلدان المدينة في العالم بين الفترة 2016 إلى 2020 لاحتمال تجاوز حاجياتها التمويلية ما لديها من احتياطات مالية سائلة. ووزير المالية الجزائري السابق عبد الرحمن بن خالفة يؤكد من مدينة مسيلة شرق الجزائر على ضرورة تعبئة موارد بديلة لما كان يأتي من المحروقات من خلال الاحتواء المالي والجبائي وفتح رأس مال الشركات، وإلا فالاستدانة من الأسواق الخارجية. متابعون آخرون يرجحون أن حكومة سلال ربما اغترت بنتائج الاجتماع الأخير للدول المنتجة للنفط والذي انعقد في العاصمة الجزائرية مؤخرا، والذي اتفقت فيه الدول المشاركة مبدئيا على خفض إنتاجها من النفط قليلا، فارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى حدود $50 للبرميل. ويقول هؤلاء ربما طمع الفاشلون في أن ترتفع الأسعار إلى أكثر من ذلك وربما تعود إلى ما كانت عليه سنوات البحبوحة المالية، وهذا ما نفاه علميا كل الفاعلين في الأسواق العالمية وأكده شاهد من أهلها. باش تكون الميزانية الجزائرية حاليا في الأزمة متوازنة لازمنا برميل $80 pour que le budget soit équilibré il nous faut un baril à $80 وما شكيتش البرميل $80 نشوفوه قبل 5 ولا 10 سنوات. فهل سيقنع كلام يحيى الوزير الأول عبد الملك سلال بأن العرس انتهى وقد افترق المداحة؟ تقرير سليم صالحي معنا عبر خدمة سكايب من بلجيكا من بروكسل الأخضر فرات، الإعلامي الجزائري المتابع للقضايا الاقتصادية، صحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي الأخضر فرات. نستدين أو لا نستدين، تلك هي المسألة، على وزن to be or not to be. يعني تضارب سلال بحسب صحف جزائرية تقول أنه من المستبعد الجزائر أن تلجأ إلى الاستدانة، فيما صحيفة الخبر تتحدث عن مصادر موثوقة أنه الجزائر بدأت اتصالات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستطلاع شروط الاستدانة. لا
الأخضر فرات، يبدو أنك لم تسمعني، أو هل سمعت السؤال؟ لم أسمع السؤال. كنت أسألك to be or not to be، نستدين أو لا نستدين، ربما هذا هو المسألة، السؤال الوجودي لدى المسؤولين الجزائريين هذه الأيام، إلى جانب طبعا يرتفع أو لا يرتفع النفط. أكيد أن تقرير صندوق تقرير البنك الدولي الذي صدر يوم 6 أكتوبر يعني هذا خلال الأسبوع اللي فات يؤكد أن الوضع الاقتصادي في الجزائر صعب جدا، وأن صندوق الإيرادات سينفذ في سنة 2018، والوضع يعني سوق البترول لا ينبئ ب يعني أشياء إيجابية بارتفاع البترول على الأقل إلى مستويات معقولة كما تريد بعض الدول مثل 60 دولار. لحد الآن الأمور يعني أقول ليست كما يجب، وبالتالي فإن الحل الذي يبقى أمام الحكومة الجزائرية هو الذهاب إلى الاستدانة. هذا شيء مؤكد منه رغم كل التصريحات المتناقضة، ومرة هناك مرة نتكلم على أن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة، ومرة أخرى نقول عكس ذلك. وللأسف الشديد هذه التصريحات التي تأتي من مسؤولين على مستويات عليا تسيء إلى الجانب الطرف الجزائري، في حال ما إذا اضطر إلى الذهاب إلى الاستدانة ستضعف موقفه إلى درجة كبيرة، ويظهر أمام المؤسسات التي يتحدث معها وكأنه طرف يعني غير جدي إلى حد كبير، وبالتالي تكون المفاوضات صعبة وصعبة جدا على الطرف الجزائري. هذا من جهة. وأعتقد أن يعني لثاني مرة البنك الدولي يؤكد أن هناك نزول في مستوى النمو الاقتصادي. في سنة 2016 نزل النمو على عكس التوقعات التي وضعتها الحكومة الجزائرية، يعني هذا المنحى سيبقى نحو النزول إلى غاية سنة 2018 ليكون النمو يعني أقل من 2%، وحتى هذا النمو هو مدفوع من طرف يعني الميزانية الحكومية هي التي تعتبر المستثمر الأكبر في المشاريع الاقتصادية، إلى جانب أن هناك زيادة أيضا مذهلة في المصاريف العمومية. يعني البنك يتحدث عن زيادة 60% في من المصاريف الحكومية، ولا ويتساءل يعني هذه المصاريف لم تقدم في مشاريع يعني منتجة أو في مجالات يستفيد منها المواطن ويستفيد منها الاقتصاد الجزائري، والبنك يتساءل لماذا كل هذه المصاريف وأين تذهب. يعني الوضع الاقتصادي لو سمحت ابقى معنا، ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر الأخضر العالم الخبير المالي الأخضر العالم. ما رأيك في مسألة الاستدانة وتضارب المعلومات والتصريحات سلال تنقل عنه صحف جزائرية في نشرية صدرت بواشنطن قبل أيام بأنه الجزائر لن تستدين في الوقت الراهن، فيما صحيفة الخبر قبل يومين تقول نقل عن مصادر موثوقة أنه بالعكس السلطات الجزائرية بدأت اتصالات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لبحث شروط الاستدانة من المؤسستين. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود قبل التدخل أن أهني الأمة الإسلامية بذكرى عاشوراء لكافة الأمة الإسلامية. طبعا من خلال ما هو جاري الآن بالنسبة للاستدانة من عدمها، أولا قبل كل شيء نرى في من خلال قراءات أولية من لتقارير البنك الدولي أو من خلال ما هو جاري فعلا بالنسبة للنمو في الجمهورية الجزائرية ككل، طبعا نرى بأن الذهاب إلى الاستدانة هو شيء يعني شبه مؤكد، وهو ليس يعني عيب أو شيء من المستحيل، إلا أن السياسيين في الجزائر
عودونا دائما حتى في من خلال أزمة 2008 كان هناك تصريحات أن الأزمة لا تضر ولا تمس بالجزائر، وكأن الجزائر يعني لا تعيش في هذا الكوكب. طبعا بالنسبة للاستدانة شيء لابد، إذا نظرنا إلى التسيير للأموال والتسيير بالنسبة للاقتصاد ككل في الجزائر، طبعا المسيرين أثبتوا فشلهم، والاستدانة طبعا شيء. طيب الاستدانة طبعا الاستدانة ليست عيبا، يعني دول أمريكا مثلا أكبر دائن يعني سندات الخسارة الأمريكية، ولكن المشكلة ربما السؤال الذي يطرح الآن تضارب التصريحات، ثم بلد أنفق تقريبا 800 مليار لنقول 800 مليار في 15 سنة، ثم عاد إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي الذي قبل سنوات قليلة فقط كان يقرضه 7 مليارات، يعني أليست مفارقة المواطن الجزائري؟ طبعا على كمواطن جزائري قبل كل شيء على السلطات يعني اللي تسير في هذه الأموال أن تعي الدروس على الأقل، أو تترك للكفاءات في تسيير أموال الجزائر، لأن الجزائر إلى حد الآن إلى اليوم لسنا في يعني مأزق، لكن في بداية الأزمة، لأن الجزائر أساسا عندها أزمة تسيير عند المسيرين، لأن إذا كان يعني نظرنا إلى تدفق رؤوس الأموال ومن خلال يعني يعني في الاستدانات كتقنية اقتصادية، نرى أن ممكن الجزائر أن توظف رؤوس الأموال كاستثمارات من الخارج أو كصور إعانات من دول يعني اللي ممكن يعني مثل ما فعلت الجزائر مع بعض الهيئات، أو كقروض يعني حكومية أو شبه حكومية، إلا أن التنمية للأسف في الجزائر يعني تسير بأسلوب سياسي يسوده الجهل وعدم التحكم في تقنيات الاقتصاد. طيب خليك معنا الأخضر العالم، ينضم إلينا في النقاش خليفة حجيرة النائب عن العدالة والتنمية. سيد خليفة، ما رأيك في مسألة الاستدانة من عدمها، نستدين أو لا نستدين؟ ربما هذا هو السؤال، خاصة على الذي يتابع تصريحات سلال المفروض الوزير الأول. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام. والسلام لضيوفك ولجميع المشاهدين. فيما يخص السؤال بحد ذاته، الإشكالية ليست في هل نستدين أو لا نستدين، نحن ذاهبون إلى الاستدانة شئنا أم أبينا. نحن ذاهبون إلى الاستدانة الخارجية شئنا أم أبينا في ظل هذا النظام الذي أساس تسييره مبني على الفساد، ولذلك لا يمكن مناقشة هذه الجدلية التي هي أصلا يريد السياسيون في الجزائر تغطية العجز بالهروب من مواجهة الحقيقة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هؤلاء سيلجؤون إلى المديونية بعد استنفاذ ما بقي في جيوب المواطنين من خلال زيادات وفرض ضرائب جديدة على المواطنين من خلال قانون المالية 2016، والآن قانون المالية 2017 لمن اللي ذهبوا مباشرة إلى جيوب المواطن من خلال زيادة في القيمة المضافة تيفيا في نقلها من 17 إلى 19. ثم بعد ذلك كلكم يدرك الهيكل البيروقراطي المبني في الجزائر والانتفاعي الذي تأسس طيلة الفترة السابقة لا يرضى بأن يتخلى عن البحبوحة التي عاشها طيلة الفترة المالية السابقة، ولذلك سيدفع الحكومة إلى الاستدانة لأنها لم توفر الشروط الاقتصادية للنهوض اقتصادي من أجل زيادة في موارد الدولة، خاصة الموارد بالعملة الصعبة. والمديونية في الجزائر ارتبطت عبر التاريخ بالمحروقات، ولذلك فهي الآن
فهي الآن مرتبطة بالمحروقات التي هي التي ستغبط الميزانيات المستقبلية. طيب على ذكر المحروقات، هل تفاجأت بإعلان الحكومة الميزانية العام المقبل سعر المرجعي 50 دولار؟ هما سابقا كانوا دائما، انظر للميزانيه، انا عضو في اللجنه الماليه، في كل سنه ياتون بميزانيه ب 37 دولار، سابقا كانت ب 13، سابقا هم سابقا كانت الميزانيه مبنيه على اساس وهمي وعلى اساس نقول مداراة للحقيقة وعدم إبراز ما يجب إبرازه للمواطن وحقيقة الميزانية في حد ذاتها. 50 دولار الآن هم يعيشون الوهم، يعيشون الوهم، حتى وإن كان حتى وإن ارتفع كما قال أو يحيى إلى 80 دولار لا يمكن تغطية العجز، لأنه قلت الهيكل الانتفاعي والمنتفعين من ميزانية الدولة لا يمكنهم أن يفرطوا فيما استفادوا فيه سابقا، لأنه أول مستثمر في الجزائر هو القطاع العمومي، أول مستثمر هي الدولة، ولذلك جميع المنتفعين بكل الصفقات المقدمة لا يمكنهم التنازل على نمط العيش الذي عاشوه في الفترة السابقة. هذا هو أكبر ضاغط على الحكومة الآن للذهاب إلى المديونية بعد استنفاذها ما بقي في جيوب المواطنين من خلال الزيادة في ضرب الفرائض. ولو ننظر إلى الميزانية وتقسيم الموارد نجد أنه 2200 مليار دولار فقط من الميزانية ستكون من الجي بي البترولية، والباقي سيكون من الضرائب العادية، وهي كلها ضرائب موجهة إلى المواطن البسيط وإلى العامل البسيط، وهذا ما سيزيد في الطبقة الضعيفة والطبقة الفقيرة. طيب خليك معنا أستاذ خليفة، أعود إليك الخضر فرات، يعني 50 دولار، هل يعني كثيرون تفاجأوا فجأة الحكومة الجزائرية تعلن أنها سعر المرجعي 50 دولار للعام المقبل بعدما كان 37 دولار للبرميل، يعني وكأنه تعويل على ارتفاع أسعار النفط مع اتفاق الجزائر الأخير في اجتماع أوبك الأخير غير الرسمي في الجزائر. ولكن على الأقل احتساب 50 دولار وهو ما يساوي حاليا سعر البترول، على الأقل سيتم القضاء على صندوق ضبط الإيرادات، وهو في حد ذاته يعني وجوده خلل في أي نظام مالي عالمي، وبالتالي إعادة تصويب حاليا الميزانية بهذه الطريقة أعتقد أن هذا تم تحت ضغط مؤسسات دولية، لأن لا يمكن أن نذهب إلى الاقتراض ونحن نحتسب ميزانية ب 37 دولار وهناك صندوق يعني تدخل فيه الإيرادات لا أحد يعرف كم دخلت وكم خرجت وكم صندوق. هذا الصندوق الآخر معلومات من البنك المركزي الجزائري تقول بأنه خلاص تقنيا بح، خلاص تبخرت كل أمواله، بقى فيه 700 مليار، بما معناها تقنيا هذا كل حد الأدنى من الذي في الصوت بالتعبير الشعبي. وهذا ما يفسر احتساب 50 دولار في الميزانية حتى يتم لفترة معينة يعني امتصاص كل الأموال التي ذهبت إلى الصندوق، وسيتم حل هذا الصندوق وتصبح الميزانية يعني كمثل كل الدول في العالم لها ميزانية سنوية وليست ميزانيتين كما جرت العادة من السنوات، ويتم يعني صب الأموال التي تأتي من البترول مباشرة في الميزانية وتحتسب إذا كانت أقل أو إذا كانت أكثر، لتظهر لأي إنسان مختص تظهر له المقروئية الحقيقية للوضع الاقتصادي الجزائري. وأعتقد أن ما قاموا به هذه المرة هذا شيء يعني إيجابي للخروج من النظام التقليدي الذي كانت تعد به الميزانية إلى نظام حقيقي واقعي، أنه يأخذ بعين الاعتبار سعر معين موجود في السوق، إذا نزل يعني تحتسب أن هناك عجز في الميزانية، وإذا صعد ستحتسب أن هناك يعني كان يقول أنه سعر الميزانية
لكي تكون هناك توازن في الميزانية لازم يكون سعر البرميل 80 دولار. هناك من له مؤسسات دولية لها رأي آخر تقول ربما بالنسبة للجزائر على الأقل 110 دولارات لكي يكون هناك توازن في ميزانية الدولة في مالية البلاد. العملية بسيطة، إذا عندك كتلة أجور تساوي 26 مليار يورو في سنة 2013، يعني لا أعتقد أن 80 دولار كافية لإحداث يعني توازن في الميزانية. أعتقد أن ميزانية الجزائر تستهلك أكثر من 80 دولار، وليس كما قال سيد ويحيى هو المتعود على يعني قول أشياء كثيرة غير حقيقية وغير واقعية ومنافية تماما لما يحصل في الواقع. وأعتقد أنها أكثر بكثير من 80 دولار على الأقل يعني نحتسبها ما بين 90 إلى 100 دولار لتكون هناك عملية توازن في الميزانية، لأن هناك خلل كبير في كتلة الأجور وخلل كبير أيضا في مجالات أخرى. يعني لو يتم إصلاح الوضع الاقتصادي في الجزائر ممكن أن نعتمد على ميزانية أقل بكثير من 80 دولار، ولكن الوضع الحالي الموجود فيها الجزائر ولا توجد هناك إصلاحات، والدعم الذي يعطى لكثير من المواد ويستفيد منها فقط الغني وليس الشخص الذي يجب أن يتم دعمه. هذا ما يقول أيضا البنك الدولي، يقول أن هناك يعني اختلالات كثيرة في النظام الاقتصادي الجزائري، وهناك أيضا إشكالية أخرى لم يتم الحديث عنها إلا في بعض الصحف، وهي قضية النظام المصرفي الجزائري، لأن الكثير من المختصين يعتبرون أن النظام البنكي الجزائري في حالة إفلاس يعني وقد يهدد الاقتصاد الجزائري يعني بكارثة في حالة ما إذا استمرت الحالة على ما هي عليه واستمرت الكتابات الحسابية المزورة، و يعني إلى درجة أن مثلا بنك سيبيا معروض للخصخصة من سنوات ولا أحد استطاع أن يشتري هذا البنك لأن هناك يعني حساباته غير مضبوطة، وهناك الكثير من الأموال أخذت من البنك ولم يتم والبنك لا يستطيع أن يسترجعها ولا يستطيع أن يعني يمحيها في الحسابات، وحتى مدير البورصة في الجزائر اعترف بأن البنك له مشاكل كثيرة. هذا البنك يعتبر من أحسن يعني المصارف في الجزائر، فما بالك ببنوك أخرى والتي أيضا تعاني الكثير من العجز في حساباتها، وأنها الكثير من الناس يأخذون المليارات ولا يستطيع البنك أن يسترجع أمواله. وبالتالي أنا أعتقد أن النظام الحالي والنظام الاقتصادي الجزائري هو نظام يعني من العشرينيات، يعني كل البلدان أصلحت منظومتها الاقتصادية إلى الجزائر وبقيت على تسير على نظام قديم جدا، وسيهدد لو يبقى بهذه الطريقة سيهدد الاقتصاد الجزائري بالانهيار تماما. لو سمحت أعود إليك الأخضر العالم، ما رأيك في 50 دولار الأخضر فرات كسعر مرجعي للميزانية ميزانية العام المقبل؟ ربما شيء إيجابي يقول الأخضر فرات ويزيد الشفافية على الأقل الأمور واضحة، ولكن هذا 50 دولار ويحيى يقول 80 دولار لن يكفي لتكون هناك توازن في الميزانية. هناك من له رأي آخر، تقارير مؤسسات دولية الجزائر بشكل خاص ربما أكثر حتى من 100 دولار. هناك من ذهب حتى وحدة الأبحاث للإيكونوميست تقول 110 دولارات على الأقل بالنسبة للجزائر إن لم يكن أكبر. طبعا يعني إذا نظرنا إلى 50 دولار كسعر مرجعي للبرميل نجد انه يعني شيء يعني من المعقول، وكما قال زميلي الاخضر الا انه نعيب على السلطه وعلى كل الاقتصاديين يعني اللي يسيروا المنظومه الماليه في الجزائر الى عدم يعني التوجه الى صناديق اخرى، صناديق عربيه للتنميه والبنك الاسلامي
او قروض يعني من استثمارات يعني إعادة الاستثمارات الأجنبية بالجزائر. ولماذا يعني الجزائر إلى حد الآن لم تعي دروس وتعتمد أساسا على المحروقات؟ ونعرف أن الجزائر لها طاقات أكبر من المحروقات، الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية، الفلاحة في الصحراء بالجنوب، هناك يعني طاقات كبرى يعني، ونجد يعني عدم المشي في هذا، امور بيروقراطيه او التفكير في امور يعني خاصه بهؤلاء اللي يفكروا غير في يعني الافكار الذاتيه يعني المصلحه العامه لا تعنيهم. ولكن سلال يقول يتحدث عن تنويع الاقتصاد، إصلاح الاقتصاد، وما بعد النفط، حتى اقتصاد ما بعد النفط يبقى حبر على ورق. لأن أنا زرت عدة مناطق بالجنوب وخاصة الولات والكتاب العامين، يعني أبواب موصدة مغلوقة تماما على المستثمر الخاص، ويعني بيروقراطية ورشاوي وفساد كبير جدا جدا لا يتماشى مع ما هو مطلوب وما هو يعني الصالح العام. هل ضيعت الجزائر انت في الجنوب، على ذكر الجنوب، يعني اقتراح الماني لتكون الجزائر قطب عالمي في صناعه الطاقه الشمسيه، مثلا مشروع ديزرتك. الجزائر من اكثر البلدان، اكبر بلد في العالم تعرضا للشمس، مثلا اقتراح الماني طبعاً بمشروع ديزرتك لتوليد الطاقه الشمسيه خيره لا يعم الجزائر فقط بل حتى يحول إلى أوروبا، ولكنه عرقل. عرقل، ونرى مؤخرا يعني المملكة المغربية قد استفادت من هذه البرامج، ونحن نتفرج وأبقات يعني دائما البيروقراطية وأمور خاصة في الفساد والرشاوي هي التي لا تخدم الصالح العام ولا تخدم الاقتصاد الوطني. شكرا جزيلا لك الأخضر العالم الخبير المالي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ومن هناك ينضم إلينا محمد حديبي القيادي في حركة النهضة. سيد محمد حديبي، ما رأيك؟ طبعا مصير الجزائر يبقى مرتبط ببرميل النفط، ليس كذلك؟ إذا تدحرجت معه مالية البلاد، وبالتالي ينعكس ذلك على كل الأوضاع. نعم، كنت أسألك، الجزائر نعم، الجزائر يبقى مصيرها مرتبط بالنفط، يعني مسألة وجودية، يرتفع أو لا يرتفع؟ أكيد أن الجزائر قدرها أن تعيش في معادلة لحد الآن الجزائريون لم يجدوا لها تفسير. هذه المعادلة منذ نصف قرن هي 92% بترول و 2% خارج البترول، لم تتغير في هذه المعادلة. كل الدول البترولية مثل الجزائر كلها عدلت من هذه المعادلة إلا الجزائر. وهنا يطرح علامة استفهام حول القرار السياسي، إن كان مربوط بجهات خارجية أم داخلية أم فشل مع كل الرؤساء الذين مروا في هذا المضمار. الآن الجزائر اليوم لا، مع انخفاض المداخيل البترول، مع انتشار مظاهر الفساد، مع فشل التنمية، مع ضخ أموال كثيرة جدا كان يمكن الإقلاع اقتصادي وتوقيف عجلة البترول باقتصاد متنوع، اليوم الجزائر كدولة لا تستطيع أن توفي أجور عمال الوظيفة القطاع العمومي، حيث أن هذه الكتلة المالية تقدر أكثر من 35 مليار دولار، في حين أن العجز الخزينة الآن لا يمكن أن مداخل البترول لا يمكن أن تفوت يعني فوق 35 مليار دولار. هناك عجز كبير في تسيير نفقات الدولة التسييرية، ناهيك عن التجهيزات التنموية أو التجهيزات العمومية في المنشآت القاعدية في هذا الأمر. طيب، على ذكر النفط، ليست مفارقة أن هذه الجزائر مصيرها مربوط ببرميل النفط، مربوط يبدو أن هناك إشكال مع محمد حديب يطرح هذا السؤال على أستاذ خليفة حجار حجيرة بالأحرى، معذرة أستاذ خليفة حجيرة. الجزائر مرتبطة ببرميل النفط، يعني عمليا سعره حتى لو بلغ 100 دولار يبقى أقل من كوكاكولا، أقل من سعر حمود بوعلة. الجزائر مرتبطة
مصيرها بلغة الأرقام 159 مليار لتر سعة البرميل يساوي 100 دولار، ربما سعر الكوكاكولا أكيد سعر الكوكاكولا ب 50 دولار أغلى من برميل النفط، وكذلك سعر ما يقابله من حمود بوعلم. أو سعر البرميل البترول أقل من زيت الزيتون. أكيد طبعا أقل من بكثير بمئات المليارات بمئات الدولارات. نعم هو أقل من زيت الزيتون الذي نحن الذي كان يجب أن نكون بين الدول المصدرة له، ولكن للأسف وكذلك أقل من كيلوغرام من تمور دقلة نور يعني. ألو نعم أنت معي؟ نعم أنا قلت أن سعر برميل البترول الآن أصبح بالنسبة لنا هو روح الحكومة وليس روح الاقتصاديين أو روح العقلاء في هذه البلاد. أصبح هو منقذ الحكومة في كل مرة، إذا تحرك البترول تعالت أصوات الحكومة بأنهم نجحوا، وإن هبط تعالت للمواطنين وطلبت منهم شد الحزام. ولذلك فسعر البترول هو في الحقيقة هو أصل مشاكلنا لجميع الاقتصاديين الذين يدركون حقيقة الأزمة الاقتصادية في الجزائر، هو أن البترول هو أصل أزمتنا، والفساد هو روحها وهو مسيرها الآن. ولذلك نموذج النمو الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة طيلة 20 سنة الأخيرة هو نموذج مبني أساسا على هذا المورد ومورد المحروقات، ولم يسعوا إلى إيجاد نموذج للنمو النموذج آخر باعتمادهم على قطاعات أخرى خاصة القطاع الزراعي الذي توجد في الجزائر كل مقومات أن يصبح رائد من رواد التطور الاقتصادي في الجزائر. والزملاء في الحصة ذكروا كثير من القضايا التي يمكن الاعتماد عليها، أما الاعتماد على سعر البرميل فقط في الميزانية وهو ديدن الحكومات السابقة أنه هو المرجع الأساسي لبناء الميزانية. وللتذكير فإن 46% من الميزانية هي تذهب إلى أجور العمال، وهو هي نسبة كبيرة جدا بالنسبة لميزانية الدول. فإذا تجاوزت 18 إلى 20% ميزانية الأجور فإن الميزانية هي ميزانية سير، لا يمكن لها أن تعطي نمو كما تدعي الحكومة وهو يتجاوز 4%، ولكن الحقائق من طيل السنوات الماضية النمو لم يتجاوز 2% في أحسن الأحوال. يعني 46%، ولكن حتى مرتبات الجزائريين ليست بتلك يعني ذلك المبلغ الكبير، ليس كذلك؟ هو نحن نعيش في الجزائر فوضى الأجور، فوضى الأجور وليس الأجور، فوضى الأجور يعني نعيش في فوضى للأجور، بحيث نسبة تجاوز 50% تعيش على أقل من 20,000 دينار جزائري يعني من الأجور يعني. ولذلك نحن نعيش الفوضى، يعني نعيش الفوضى في تقييم الأجور على أساس أننا لسنا من الدول التي تتبنى منطق الأجراء تساوي الجهد، بل الأجرة هي تعطى الأجر الزهيدة لإسكات لشراء السلم الاجتماعي كما هو الآن في الميزانية كلها. أنه عندنا تقريبا الآن في ميزانية 2017 28% من الميزانية ذهب إلى شراء السلم الاجتماعي يعني. طيب بقى معنا أستاذ خليفة الخضر فرات، ما رأيك 46% يقول أستاذ خليفة هي من الميزانية تذهب إلى الأجور؟ يعني حسب تصريح وزير الماليه نفسه في سنه 2018 تتحدث عن 26 مليار يورو مش دولار، يعني من 2013 الى 2000 ممكن يعني اضافه على الاقل مليار دولار ثانيه، ولكن في التوزيع لا نجد ان الاجير البسيط هو الذي يستفيد في التوزيع. نجد ان مجموعه الموظفين في القطاع في الوزارات وفي القطاع هم الذين يستفيدوا من هذه الكتلة الهائلة من الأموال، بينما الأجير البسيط لا يأخذ إلا ما يعادل
150 او 200 او على الاقل 250 دولار على الاكثر، يعني 250 دولار في الشهر، وليس هذا الذي يعني يتعب كاهل الميزانية، بينما طبقة معينة من الموظفين تأخذ يعني الكثير من الأموال من الوزراء ومن الولاة ومن المسؤولين ومن الإداريين، كل هذه المجموعة الإدارية هي التي تستحوذ على هذه الكمية الهائلة من الأجور. ونرى بأعيننا أن كل البلدان مثلا قلصت في أجور الوزراء وفي أجور المسؤولين إلى الجزائر، يعني المسؤول الوحيد الذي أعلن وهو مشكورا عن يعني تقليص أجره هو مدير جريدة المساء، ولا لا أعرف يعني كم يعني قلص أجره، أعتقد بعشرين 15 أو 20%. البلد الوحيد الذي شعبه يعاني والمسؤولين ليسوا معنيين، يعني لا هناك قرار لتقليص مثلا في المصاريف، في مصاريف الوزارات، ولا يوجد قرار لتقليص أجور الوزراء والمسؤولين الكبار، وبالتالي أكبر مدخول الذي يأتي إلى الجزائر يوزع على هؤلاء، وباقي الشعب يعني يعيش في أوضاع معيشية صعبة جدا، ووضع اقتصادية صعبة جدا، وستكون أصعب في السنوات القادمة، وقد تهدد إلى حد كبير الأمن الاجتماعي الذي عاشته الجزائر في هذه في مرحلة البحبوحة المالية. وسنرى هل هؤلاء المسؤولين قد يستطيعوا أن يعيدوا للجزائر إذا حدثت هذه الاضطرابات أمنها بعدما استفادوا. هنا البنك الدولي يتحدث أيضا عن نزول الصادرات خارج المحروقات من 5.1 إلى 3.8 في سنة 2016، ويأتيك رئيس الوزراء يتكلم عن تنويع الاقتصاد وتنويع الاقتصاد وكلام يعني من هذا النوع، بينما في الواقع الأرقام تثبت أن هناك تراجع لهذا التنويع من 5.1% إلى 3.8% في 2016، بمعنى أن هناك تخبط حقيقي، ولا توجد سياسة ولا توجد رؤية سياسية لإخراج مواجهة إخراج من هذه الصعوبات التي يعيش فيها. ابقى معنا الخضر فرات. أعود إليك محمد حديبي، ولكن سلالي يتحدث عن تنويع الاقتصاد، عن حتى برنامج خطة للجزائر ما بعد النفط، هو الذي اعترف بأن النفط لن يدوم في الجزائر 17 سنة ربما، في أقصى 25 سنة لن يكون هناك نفط، وأصلا الجزائر ليس لها نفط كبير، يعني الأمر حساب الأسعار مرتبط بالنفط وينعكس على الغاز، الجزائر تنتج غاز أكثر من النفط، يعني الجزائر ليست لاعبا كبيرا في سوق النفط. حتى الغاز مع زيادة المتطلبات الداخلية ربما في المدى القريب لن يكفي حتى الجزائريين. يعني احنا هذه مغالطه كبيره، يعني بالنسبه للتسويق، التسويق فيه مغالطه كبيره، كاين مثل شعبي الجزائري يقول لك اللي ما جات مع العروض ما تجي مع امها، يعني هما بالامس لما كان البترول 120 دولار ما قدروش يديروا اقتصاد متنوع، واليوم لما هبطت قيمه البترول وهبط اقل من 50 دولار يقدر ينقذ الاقتصاد الوطني؟ لا، في مغالطه كبيره، هم فشلوا فشلا ذريعا، هم يتكلمون عن انجاز، هذه لغه ارقام، يتكلمون عن انجاز اكثر، هذا وزير العمل يقول فيه اكثر من 500 الف مؤسسه مصغره تم ضخ فيها اموال. الان هذه 500 الف مؤسسه مصغره لتنويع الاقتصاد الوطني، ما الذي انتجته الان؟ التقارير تاع الوزاره المعنيه اقول انا نسبه توظيف العمل، يعني باش توفر لنا يد العامله، هي 15% من المردوديه نتاعها. الان انفقوا اكثر من 4000 مليار دينار في القطاع الفلاحي، اين ذهبت الاموال؟ هناك اكثر من 8000 مليار دولار حسب تقرير مجلس المحاسبه اموال خارج التهرب الضريبي، هناك افلاس. الجزائر هي بلد اغنى بلد في الثروات، معروفه عالميا، دوله غنيه جدا بالثروات، الان تصنف بعد ما انفقنا
أكثر من 1,000 مليار دولار في التنمية في مدة 15 سنة، تصل الجزائر، الشعب الجزائري يصل إلى أفقر شعب بحكم رتبة الضرائب عالميا. الجزائر مصنفة إفريقيا دولة رقم واحد التي تفرض حجم الضرائب على شعبها، وتصنف عالميا رقم دولة رقم رابعة عالميا في فرض الضرائب على شعبها، وهي قد أنفقت أكثر من 1,000 مليار دولار. هذه مغالطات. والجزائر الجزائر نفسها التي مسحت ديون 14 بلد افريقيا، ليس كذلك؟ تقريبا بمليار دولار، وعادت للاستدانه من البنك الافريقي للتنميه. نعم، التقارير الرسميه الان تتحدث عن تراجعات رهيبه في الاستثمار. هناك اكثر اكثر في المصانع، اكثر في الاستثمارات حوالي بين 30 و35%. في سنه 2015 حوالي 10,000 تاجر أوقفوا نشاطهم، غيروا سجلات عمل تاعهم. هناك أزمة حقيقية، هناك إرهاصات تاع أحداث 86، استدانة تاع 86 من القرن الماضي، هي نفسها الأشكال والبيئة الحالية التي تعيشها الجزائر هي نفسها. يعني الجزائر لم تتعلم دروس. الجزائر لم تتعلم دروس 86. لم يتعلموا. لماذا؟ لأن السياسة، لأن هؤلاء فاشلون، لم يتركوا الشعب هو الذي يقرر حكامه لينقذوه من باقتصاد متنوع وقوي، بل ربطوه بالبترول وربطوه بإرادة التزوير والنهب. أليس هناك من يقول أنه ربما الأوضاع أخطر من 86، على اعتبار زيادة عدد السكان، زيادة المتطلبات الشعب وغيرها، وأيضا الآكلون. أستاذ خليفة حجيرة كان يقول قبل قليل أنه هؤلاء لن تعودوا على مص الأموال. المستفيدون من المشاريع الكبيرة يريدون أن تبقى دخل الأموال حتى ولو بالاستدانة. بطبيعة الحال، حتى القانون المالي الذي أثير 2016 الذي أثير عليه ضجة، خصوصا في فتح باب الاستدانة في الخارج، وصلنا إليه. هم كانوا مبرمجين الاستدانة في هذا الأمر، يعني هم يدركون إلى أين تتجه البلد ويخاطرون بالبلد. الآن في القطاع الوظيفة العمومي حوالي أكثر من 1,200,000 عامل يعمل يتقاضى أقل من الأجر القاعد للعام للمواطن، حوالي بين 100 دولار إلى 150 دولار في الشهر. هنا يعني نتخيل أن في أزمة، ارتفاعات السوق الآن حوالي بين 45% إلى 35% من الأسعار ارتفعت، ويعيش المواطن على 100 دولار شهريا وعنده عائلة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك محمد حديبي، القيادي في حركة النهضة، البرلماني السابق. سيد خليفة حجيرة، في الأخير كعضو لجنة المالية في البرلمان الجزائري، بلغة الأرقام ما تركبش، ليس كذلك؟ وليست الحكاية 1+1 يعني يساوي 2، يعني بلغة الأرقام الجزائر عندها إشكال مالي كبير وأزمة اقتصادية. المشكلة ليست مشكلة مالية فقط، مشكلة اقتصادية، ليس كذلك؟ هي أولا الآن من حيث قوانين الميزانية المقدمة، كل الوزراء يقولون ليس لدينا إشكالية مالية يعني في الأرقام المالية، ولكن الإشكالية في الاقتصادية. مشكلة البلاد هي مشكلة اقتصادية، مشكل في نموذج نمو، في نموذج نمو. ولذلك لا يمكن اعتبار أنه الآن لديهم كل الأرقام التي تؤكد أنهم ذاهبون إلى عجز الميزانية يساوي 18% من الناتج المحلي، مديونية داخلية، لأنهم في قانون المالية 2016 قدموا لنا مادة وهي رقم 55 اللي تلغي قرار 2005 القاضي بعدم الاستدانة. هي فتحت الباب للاستدانة، المادة رقم 55 في قانون المالية تؤكد أنه يمكن توفير تمويلات ضرورية لإنجاز الاستثمارات عن طريق التمويلات الداخلية، وغير أنه يسمح للمؤسسات يرخص للتمويلات الخارجية ضرورية لإنجاز الاستثمارات حسب المادة،
من طرف مؤسسات القاضي على القانون الجزائري، وهنا سمح للمؤسسات بأن تستدين، والدولة الجزائرية ستقوم بعد ذلك بضمان هذه الاستدانات. وهو كما قلت في بداية أنه أولئك الذين استفادوا من الإنفاق العمومي هم الذين سيستفيدون من هذه المال. يعني أستسمحك هنا للتوضيح أستاذ خليفة حجير، يعني كأنك تقول مثلا واحد زي حداد أو تحكوت بإمكانية الاستدانة من الخارج، والحكومة الجزائرية الدولة الجزائرية تضمن ذلك؟ المادة واضحة من طرف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، أي مؤسسة جزائرية خاضعة للقانون الجزائري حداد أو غيره يمكنه أن يستدين بضمان الدولة الجزائرية بتمويلات خارجية بموافقة من الحكومة. طيب. وهنا يمكن التساؤل ماذا سيحدث، ولذلك قلت في البداية أنهم ذاهبون إلى الاستدانة شئنا أبينا، لأنه الواقع الاقتصادي واقع النمو الذي اختاروه يؤدي إلى هذه الحتمية. ولذلك كل المؤشرات في قانون المالية 2016 قانون المالية الآن 2017 ستؤدينا إلى طيب، ولكن حتى الاستدانة ليست بسهولة، ليس كذلك؟ ما تقدرش تروح تقول صندوق النقد الدولي ويعرف بأنك تلميذ ليس مجتهد لا تدير أموالك بطريقة جيدة ويعطيك ملايير، ليس كذلك؟ أنا أقول ومتى كان صندوق النقد الدولي حليف أو صديق أو زميل أو أخ، أو هو 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 صندوق مسيطر على 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 خاصة على الدول النفطية أو الدول مثل الجزائر. وما كان لنا خلال التسعينات من 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 تجربة مضرة بالمجتمع ومضرة بالاستقرار الاجتماعي إلا 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 نموذج سابق. ولذلك لا يمكن الآن اللجوء الى صندوق النقد الدولي دون الاستعداد الى تضحيات سيقدمها الشعب مستقبلا ستفرض عليه. ولذلك لا اقول الاستدانه ليست مشكله بحد ذاتها، ولكن القائمون على هذه الاستدانه هم المشكله بحد ذاتها. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك خليفة حجير النائب عن العداله والتنميه عضو اللجنه الماليه في البرلمان الجزائري. الاخضر فرات في الاخير، يعني يحدث ما يحدث، يعني السيناريو يتكرر يعني في الجزائر، يعني سيناريو العودة للاستدانة، ومثل ما كان يقول الأستاذ خليفة صندوق النقد الدولي حتى لو أقرض، يعني ومن الصعوبة الإقراض بالمعطيات الحالية سيفرض شروط قوية جدا، أليس كذلك؟ لماذا لم تتعلم هذه الجزائر التي لها كل إمكانيات بأن تكون قوة اقتصادية فيها اقتصادها متنوع، موقع جغرافي ممتاز؟ جزائر ما زالت فيها نخبة تحمل للآخرين المسؤولية، تمسح الموج في السعودية مثلا أو في قطر أو في دول أخرى، بينما المشكلة في هذه الجزائر وكيف تدار، ليس كذلك؟ الناس لا تعرف كيف يشتغل صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي هو بنك تذهب إليه، وهذا البنك تقترض منه أموال، وهو يجب أن يبحث في الميزانية، هل الميزانية التي تضعها الحكومة الجزائرية قادرة على أن يعني تخرج فائض في الميزانية، ويستطيع الصندوق أن يأخذ جزء من أمواله كل سنة. هذه عملية بسيطة جدا، ولما يشوف الميزانية الجزائرية يقول أنت لديك 26 مليار فمستحيل تكون ميزانية بالشكل بهذه الطريقة، والميزانية بهذه الطريقة لا تنتج فائض، وبالتالي الأموال التي يقرضها صندوق النقد الدولي لن يستطيع أن يسترجعها. هي عملية بسيطة جدا، والمشكلة في الجزائر أن لا يوجد هناك، يعني راح نقول كلام كبير، لا يوجد هناك من يحب هذا البلد يعني، ويستنتج النتائج من كل هذا التاريخ ومن كل هذه المراحل التي مرت بها الجزائر والصعوبات الاقتصادية. فيه ناس مغامرين ولا يفكرون إلا في مصالحهم الخاصة ومصالح عائلتهم ومصالح جيرانهم وأصدقائهم، ولا يفكرون في مصلحة الشعب الجزائري وفي مصلحة الوطن. هل ستبقى الجزائر يعني واقفة على رجليها بعد 5 أو 6 سنوات؟ كل المؤشرات للأسف الشديد مؤشرات سلبية،
ولا يوجد هناك يعني قوة سياسية أو أشخاص يحبون هذا البلد ويقولون كفى عبثا بهذه البلاد وكفى عبثا بهذا الشعب، وال يعني نسلم مقاليد الأمور إلى الناس الذين يفكرون في مصلحة هذه البلد ويفكرون في مصلحة الشعب الجزائري ولا يكذبون، على الأقل لا يكذبون، قول الحقيقة للناس وتقاسم المشاكل التي تنجم عن هذه المرحلة الصعبة على الجميع. شكرا جزيلا لك الأخضر فرات، شكرا جزيلا لك الإعلامي الجزائري المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، كنت معنا عبر خدمة سكايب. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.